تحت رعاية وزارة التغير المناخ والبيئة في دولة الإمارات، نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة حملتها السنوية رقم 19 بعنوان نظف الإمارات. حملة هذه السنة ركزت بشكل كبير على نشر الوعي البيئي، كما ألقت الضوء على قضية إدارة النفايات وتقليلها وإعادة تدويرها. الجدير بالذكر أن الحملة تمت أيضاً بالتعاون مع بلدية دبي ودبي للسياحة وإدارة محمية سيحة السلام. يميز الدورة هذا طبعا غياب المؤسسات الأكاديمية عن الحملة نظرا لظروف كورونا، فركزنا على مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام، فبتلاقي كل الناس الموجودين طبعا موظفين وموظفات من مختلف هذه المؤسسات. الحملة هذه نحتفل فيها عادة نحن في مجموعة الإمارات كختام لاحتفالاتنا في اليوم الوطني لدولة الإمارات بطريقة مميزة، وهي تفعيل دور المجتمع بيكون جزء من الحل في المحافظة على البيئة. طبعاً المنطقة منطقة محمية ومنطقة جميلة، فنحن بعد نركز على المواقع الطبيعية الجميلة الموجودة في دولة الإمارات على أساس المجتمع يقدر الأشياء هذا ويقدر يحافظ عليها بطريقة صحيحة. سعيدين نكون اليوم في هالموقع الجميل. طبعاً هذه فعالية احنا ننفذها كل سنة، صار لنا أكثر من 15 سنة الآن، عمر المجموعة 30 سنة، ولكن الحمد لله من خلال هالأنشطة اللي تم تنفيذها على مدى 30 سنة نحس أنه هناك فيه تغيير، وهذا شيء يشجع طبعاً. التفاعل في جنسيات ثانية ومختلفة، مو بس بالإمارات، ما شاء الله في إماراتيين في جنسيات مختلفة في الموقع، وما شاء الله المشاركات المياهة تزيد، يعني كانت تقتصر على موقع واحد أو اثنين، اليوم نحن عندنا أربع مواقع في المكان هذا، وما شاء الله المجموعة الإمارات للبيئة مو بمقصرين، موفرين كل شيء ومنظمين كل شيء، وإحنا نشارك وياهم من تقريبا اكثر على 10 سنين حاليا. اليوم نحن متواجدين في القدرة في حملة نظف الإمارات، حملة جميلة جدا ومبادرة جميلة جدا. فاليوم التقينا بأصدقائنا وبالأطفال وبالكبار وبالأمهات وبالآباء وجميع المشتركين من جميع الجهات عشان ننظف هذا المكان. الحمد لله رب العالمين، بلادنا جميلة، فنحن نتمنى الجميع يحافظون على نظافة هذا المكان ويكملون معانا في هذه المبادرات وفي هذه الأيام الجميلة. اليوم أول مرة بشارك في حملة تنظيف الإمارات، بصراحة أنا فخورة جداً بهاي المشاركة وبشجع كل واحد يشارك. الحملة هاي أعطتني شعور قوي أني لازم أحافظ على البيئة، البيئة الإمارات جميلة جداً فلازم نحافظ عليها. من هذا المكان وأدعو كل شخص يحافظ على نظافة البيئة بعدم رمي أي مخلفات تضر في البيئة. نحن نحب الإمارات ونحافظ على استدامة بيئة الإمارات.